أهلا بكم مشاهدينا. فارسان من فرسان العطاء الإنساني والدعوة ترجلا بعد أن استهدفتهما يد الإرهاب والغدر. هما شهدا رسالة إنسانية سامية وعظيمة، كرسا حياتهما من أجل نشرها في ساحات الخير والتوحيد. إمام وخطيب المسجد الكبير دكتور وليد العلي والداعية الشيخ فهد الحسيني رحمهم الله هما رمزان بارزان في مجال العمل الخيري، سيبقيان منارة يستدل بها العاملون في الحقل الخيري لإكمال مسيرة البذل وحب الآخر. أجيال من أبناء الكويت تتعاقب جيلا بعد جيل، تمتد في بقاع الأرض كشريان حياة، يغيث المحتاجين حول العالم دون تمييز بينهم في عرق أو لون، لتسطر هذه الأجيال المتعاقبة لوحة من العطاء ترفع علم الكويت عاليا خفاقا في مجال العمل الإنساني، لتستحق به عن جدارة لقب مركز العمل الإنساني. وعلى خطى السابقين من أهل الكويت في مجالات الخير سار الشيخان الدكتور وليد العلي إمام المسجد الكبير والداعية فهد الحسيني على نفس الطريق في نشر الخير حول العالم، حتى كانت آخر محطة لهما في القارة السمراء عندما أراد أن يوصلا إليها يد الكويت البيضاء الممتدة بالعطاء. يد خير كويتية قابلتها يد إرهاب غادرة خبيثة فجرت مطعما كان مجرد استراحة في محطة الشيخين الشاقة، وكانت النتيجة أنهما ارتقيا مع الشهداء نحسبهم عند الله كذلك. وظن الإرهاب البغيض أنه استطاع أن ينال من شجرة الخير الكويتية المباركة، لكن هيهات أن يكون قد نجح في ذلك، فخير الكويت كالشجرة اليانعة، أغصانه وثماره في السماء وجذوره ممتدة في أعماق الأرض، يتوارثونه أبناؤها جيلا بعد جيل. وفي بادرة أبوية سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد العمل الإنساني، وتقديرا من سموه رعاه الله لأبنائه العاملين في مجال العمل الخيري والإنساني، صدرت توجيهات سامية بإطلاق اسم الشهيدين على مسجدين جديدين من مساجد الكويت، كما كان للحج المهيب في وداعهما الكبير إلى مثواهما الأخير دليل على حب أهل الكويت للعمل الخيري والعاملين فيه.